بسم الله الرحمن الرحيم. أهمية كل من الجلفانوميتر. طبعا الجلفانوميتر لقياس التيارات الضعيفة جدا والاستدلال على مطار ضعيفة جدا ومعرفة اتجاه، فنختار هنا معرفة اتجاه التيارات الضعيفة جدا. الرشتات اللي هي المقاومة المتغيرة، معروف ان العلاقة بين المقاومة والتيار علاقة عكسية، يبقى الرشتات تستخدم في التحكم في شدة التيار. ليه؟ لان العلاقة عكسية، كلما زادت المقاومة قل التيار. مجزئ التيار طبعا ده مقاومة صغيرة جدا بتوصل على التوازي لتحويل الجلفانوميتر الى اميتر. اما مضاعف الجهد بتبقى مقاومة كبيرة جدا عشان تحول الجلفانوميتر الى فولتاميتر. الفولتاميتر من فولتاميتر فرق الجهد، قياس فرق الجهد. قوانين كيرشوف اميتر ايه؟ انها تستخدم في تبسيط الدوائر التي يصعب حلها بقوانين اوم. اهميه كل من الاشعه تحت الحمراء والاشعه الميكروميتريه. فمثلا الاشعه الميكروميتريه تستخدم في الرادار، مثلا الاشعه السينيه تستخدم في فحص التركيب البلوري. ليه؟ لان لها قدره عاليه على الحيود. اشعه الليزر تستخدم في التحام الشبكيه حيث لها قدره عاليه الحرارة الناتجة على التئام الجروح، وهي جراحة نظيفة لا تسبب نزيف. الإشعاع الحراري طبعا الاستشعار عن بعد ومعرفة مكونات القشرة الأرضية وفحص علم الأجنة. وأما العقيق بالجلفانوميتر عشان يسهل حركة إيه الملف. أما الأشعة تحت الحمراء التصوير في الظلام. ما أهمية كل من وجود زوج من الزنبركيات؟ طبعا الزنبركيات دي تعمل على إعادة المؤشر أو إرجاع المؤشر إلى صفر التدريج، لأن عند مرور التيار ينشأ عزمين، عزم ينشأ عن التيار وعزم لي. طيب قطبي مغناطيس مقعر طبعا عشان يجعل الخطوط المجال على هيئة أنصاف أقطار، يجعل خطوط المجال على هيئة أنصاف أقطار. طب ده يعمل على إيه؟ زيادة تركيز خطوط المجال على الملف ومستوى الملف موازي لخطوط المجال. قلب المحول من شرايح معزولة. كلمة شرايح معزولة ديت عشان طبعا نقلل ونمنع بقدر الإمكان التيارات الدموامية، وفي نفس الوقت نزيد من كفاءة المحول لقدرته على نقل القدرة من الملف الابتدائي للملف الثانوي. أسلاك التوصيل الكهربي نحاس. بيتميز النحاس بأن مقاومته النوعية صغيرة جدا، إذا التوصيلية له عالية جدا، يبقى نقول صغر مقاومته النوعية. هنيجي نبص أفران الحس دي تستخدم في سهل المعادن، فكرتها زي فكرة أعمال التيار الدوامية. الحديد مطاوي، إذا ذكر حديد مطاوي في أي شيء لأن معروف نفاذيته عالية وبالتالي يزيد من كثافة الفيض. اذكر استخدام كل مات. الوصلة الثنائية اللي هي الدايود طبعا تستخدم في كمفتاح وتقويم. طبعا تقويم التيار متردد، معنى التقويم معناه توحيد اتجاه التيار وجعل التيار يمر في اتجاه واحد. الوصلة الثلاثية اللي هي الترانزستور التكبير وتعمل كمفتاح. هنا في الحالة نختار التكبير. النبائض المتخصصة، النبائض المتخصصة دي تستخدم في الخلايا الضوئية الحساسة. المرايا في التجويف الرنيني طبعا فائدتها يحدث انعكاسات وبالتالي يتم التداخل البناء، لان طبعا الموجات مترابطة فوتونات الناتجة. الاميتر الحراري بالقيمة الفعالة للتيار متردد وتيار مستمر، يستخدم في قياس القيمة الفعالة للتيار المتردد والتيار المستمر، لأن لكل منهما تأثير حراري حيث أن فكرة عمله التأثير الحراري. الفتيلة أو الميبرت فورموبت الكاثود دي مصدر للإلكترونات الكهربية. استخدم كل مات. استخدام كل من مهن. أفران الحس طبعا بتستخدم في سهر المعادن، و
المطياف ليه 3 استخدامات، تحليل للطيف والحصول على طيف نقي، ناخد الحصول على طيف نقي، وقياس درجة حرارة النجوم. أنبوبة كولاجين المشهورة معروفة في توليد الأشعة السينية. التجويف الرنيني ده للتكبير وتضخيم الضوء، لأن تعرف الليزر هو تكبير الضوء بالبعث المستحث. التكبير يتم عن طريق التجويف الرنيني. الأوميتر قياس المقاومة. أما المحول الكهربي جهاز لرفع أو خفض الكود الكهربي المتردد وليس المستمر. الخيط الحريري بالأميتر الحراري طبعا علشان يلف حول بكرة، ليلف حول بكرة مثبت عليها المؤشر من الألمنيوم عشان خفيف، ويشد بواسطة سلك الزنبرك. نقدر نحطه هنا المكان ده. الأشعة المرجعية طبعا دي أشعة حزم متوازية عشان تيجي نخلطها مع الأشعة المنعكسة من الجسم لتعطي شفرة الهولوجرام اللي هي الصورة المجسمة. سلك البلاتين في الأميتر الحراري طبعا متميز من قيمته كبيرة، وبالتالي عشان قيمته كبيرة يسخن ويتمدد ليشده الخيط الحراري بواسطة زنبرك. المهبط مصدر الإلكترونات. شرايح معزولة طبعا لتقليل التيارات الدوامية والحرارة. بالمحول حديد مطاعم سيليكوني ليسهل حركة الجزيئات المغناطيسية. ممكن سؤال، كيف نزيد من كفاءة المحول الكهربي؟ بأن احنا نستخدم حديد مطاوع سيليكوني ليسهل حركة الجزيئات، وأيضا شرائح معزولة لتقليل الحرارة والتيار الدوامي. المجالين في أنبوبة الكاثود طبعا مجال كهربي ومجال مغناطيسي لتوجيه وتحريك شعاع الإلكترونات أفقي وراسي على شاشة الفلورسنت. فرق الجهد في أنبوبة كولج طبعا عشان تكسب الإلكترونات طاقة حركية عالية جدا، لكي تكسب إلكترونات تكسب طاقة حركية عالية جدا لتستطيع أن تحرر إلكترون داخلي وتنتج الإكس راي. أما فرق الجهد في الليزر عشان يبقى هناك في فرق جهد في أنبوبة كولج، يختلف عن فرق الجهد في الليزر، لأنه تكسب الهيليوم طاقة حركية اللي تسبب إثارة النيون. المهبط معروف مصدر للإلكترونات. كرر السؤال ده. سلك البلاتين في الأميتر الحراري البلاتين عشان يسخن ويتمدد. أما التنجستاين طبعا لتحمل درجة الحرارة العالية. نصفي الأسطوانة، في فرق بين نصفي الأسطوانة بالدينامو ونصفي الأسطوانة في المحرك. في نصفي الأسطوانة للتقويم، دي اللي بنسميها مقوم لتقويم التيار المتردد، موحد لاتجاه متغير الشده. اما نصفي الاسطوانه في المحرك ديت عشان يجعل التيار يدور في اتجاه واحد لانها عاكس، يبقى نصفي الاسطوانه في المحرك تعتبر عكس التيار لكي يدور المحرك في اتجاه واحد. عدد اللفات كبير في اللفات وعدد لفات في المحرك تفرق معانا. عدد لفات في الدينامو عشان يجعل التيار ثابت الشده، بينما عدد لفات كبيره في المحرك لزيادة كفاءة المحرك، وبالتالي يصبح الملف موازي لخطوط المجال ويصبح عزم الازدواج أكبر ما يمكن. قلب الـ من الحديد المطاوع في المحول ليه طبعا حديد مطاوع مع أي حديد مطاوع عشان يزود النفاذية وكثافة الفيض، بينما المقاومة متغيرة للتحكم في شدة التيار والمعايرة مع الجهاز. هنا الأميتر الحراري فكرة عمله طبعا التأثير الحراري، ولذلك يستخدم في قياس التيار المستمر أو القيمة الفعالة المتردد، لأن كل منهما تأثير حراري. أما المحول الكهربي فكرة عمله، محول معروف ملف ابتدائي وملف ثانوي، يبقى الحث المتبادل بين ملفين. المولد الكهربي اللي هو الحث الكهرومغناطيسي اللي هي ظاهرة تولد قوة دفع عند حدوث تغير في الفيض، فالحركة في المولد هي تسبب تغير في الفيض. أما المحرك عزم الازدواج، ومصباح الفلورسنت اللي هو الحث الذاتي، لأن في الطاقة المغناطيسية تعمل على تأين وإثارة الذرات. أما الميكروسكوب الإلكتروني اللي هي الطبيعة المزدوج الإلكترون، زي ما احنا عارفين إن مبدأ دي برولي لمدة بتساوي اتش على ام في، فالإلكترون يمكن تعجيله، وكلما زادت سرعة الإلكترون قل طول الموجة عن تفاصيل